في شروق الزيني كله بنتي راعينا الحاميه على القوافي والقصايد كلها ابداع ومثايل اكبرت عروسنا وفيها الوصف المقبليه زينها وجمالها من فوق يحدد المخايل في شروق الزيني كله بنتي راعينا الحاميه على القوافي والقصايد كلها ابداع ومثايل اكبرت عروسنا وفيها الوصف المقبليه زينها وجمالها فوق يحدث يا المخايل يا شروق انتي لك اهل ابياتي بالمداحي حيه بالدرابه وعلى دب والزين يا بنت الاصايل بنتي حامد الحزيم الليله اخصر النديه ابو فيصل راس يقوم بالمراجل بيت ما يهدك ابوك اللي على الجزله له يمن سخيه افخري في فعله اللي غير عن باقي الفعايل وامك اللي بالمكارم والوصوف الحتميه امي فيصل صلصتها بالطبي مملي بالدلايل وعضداتش حزامك اللي بالامور المفصليه عزوتك يا بنتي وافينا الفعايل والخصايل ذاك فيصل ورثه الامجاد ونوماس الخويه وعبد الوهاب المراجل فيه وفعوله ثقايل والعمام من الحزيمه للصفات العالميه لابتش فيهم كرم معروف صيته بالقبايل والخوال من الحجر فعولهم ما هي خفيه لابت وقت الشدايد فعلهم فيها الهوايه يا شروق انتي عريبه والوصايف نرجسيه يا عروس الزيني كله هي تفتاش الكلايل لك نبارك بالقوافي والبيوت الشاعريه يومي من مثل الجميله وزينه بحد المخايل في شروق الزيني كله بتراعينا الحميه على القوافي والقصايد كلها ابداع ومثايل اكبرت عروسنا وفيها الوصوف المقبليه زينها وجمالها من فوق يحدد يا المخايل يا شروق انتي لك اهل ابياتي بالمداحي حيه بالسرابه وعلى دب والزين يا بنت الاصايل بنتي حامد الحزيم الليله اخصر النديه ابو فيصل راس يقوم بالمراجل بيت ذاك ابوك اللي على الجزله له يمن سخيه افخري في فعله اللي غير عن باقي الفعايل وامك اللي بالمكارم والوصوف الحتميه امي فيصل صيتها بالطبي مملي بالدلايل وعضداتش حزامك اللي بالامور المفصليه عزوتك يا بنتي وافينا الفعايل والخصايل ذاك فيصل ورثه الامجاد ونوماس الخويه وعبد الوهاب المراجل فيه وفعوله ثقايل والعمام من الحزيمه للصفات العالميه لابتش فيهم كرم معروف صيته بالقبايل والخوال من الحجر فعولهم ما هي خفيه لابت وقت الشدايد فعلهم فيها الهوايه يا شروق انتي عريبه والوصايف نرجسيه يا عروس الزيني كله هي تفتاش الكلايل لك نبارك بالقوافي والبيوت الشعريه يومي من مثل الجميله وزينه بحد المخايل.